السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم عجينه الصابلي اللي يمكن لينا نخرجوا منها عده اشكال. بنحتاجوا في المقادير 4 ديال الزبده، كاس مع مرش ديال السكر صغير، كاس لاروب ديال زيت المائده، معلقه ديال الكاكاو، معلقه كبيره ديال الكاكاو بودر، معلقه ديال قشره البرتقال، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وساشيه واحده ديال السكر فاني، ومعلقه كبيره ديال حليب بودره، بيضه كامله وصفر بيضه، والدقيق تقريبا غادي نحتاجو نص كيلو هكا 500 غرام. نبداو لطريقه التحضير. كناخذو الزبده وتاخدموها مع السكر الصغير، نزيدو الزيت كنخدموها مزيان حتى كتكون بحال كريمه. نزيدو الحليب بودره وسكر فانيلا وخميره الكيماويه، كنضيفو الدقيق شويه بشويه. هنا قسمت العجينة على جوج، الجزء غادي ندير ليه الكاكاو، وهذا الجزء غادي ندير ليه قشر ديال البرتقال. غطيتهم بسولوفان، غادي ندخلهم للثلاجة مدة ديال نص ساعة ساعة حتى ترتاح العجينة، ومن بعد نشكلوها على اشكال اللي بغيناهم.